اجي. خي انت اللي قلتي لي شري لي باش ندير طاجين الرخام. ايه ايه هاني سهلت عليك وجبت كباره تاع الرخام، هكذا كي يجيك الضيف ديري له طرونشات وشوي. علي مولاي لقمان مستدعي كونكاسور. لا لا هو عرض محمد بونو غاز. لا اله الا الله محمد رسول الله. باجي هز الرخامه واخرج. مرحبا بكم في كوجينة عاشور، كما سمعتوا باش نطيب طاجين رخام والضيف نتاعي محمد بونوغاز ونمشي نقضي كي قدر عليا ربي وهاني راجع، ما تزابيوش. ارفد طلع طلع. اصبر الباجي عندي الباج، اصبر تقتلني اصبر. اصبر كيفاش دخلتها هذه كيفاش؟ يعني الباب؟ يوم ما من دخلتها ماشي؟ وحدي مع الحراس. ربك تحبس لي مخي انت. بيجي الله 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 شو قاعد تعمل؟ سامحنا يا سي محمد سامحنا، انت ضيفنا راه تيش بيك يا اخي. وين كيما نخرج هذوك؟ اخرج انت برك. هاني رايح يا اخي حالة يا اخي، شوف لي يدير فيكم الخير. سامحنا سامحنا. سي محمد بونوغاز شرفتنا. شرف ليا والله، فرحنا كي جيت بحذينا. الله ينورك. الله غالب بيجي ديما هكا. معليش نسعفوا الباجي. مش مشكل. انا باش نفرح بيك وباش نطيب لك طاجين رخام، تعرفوا؟ رخام هاوليك طاجين مازال ما شفتوش. هاك باش تشوفوا تو. ان شاء الله. اقعدوا معنا هنا رجعي. محمد بونوغاز مرحبا بيك مرة أخرى. الله ينورك نوري. شرفتني ونورتني. شرف ليا. باش نطيبوا انا وياك ماكله بنينه ياسر. ايوه. اليوم باش نستحقوا للطاجين الرخام، باش نستحقوا الدجاج، باش نستحقوا سمن وزيت، ملح، فلفل اكحل، قرفه. الزيت ما تكثريش منها هاك تعرفي، هي ناقصه شويه. ناقصه شويه تحبها؟ السمن ما يسالش باش يفوحها. كيما كاع الناس يحبوها الزيت. اي باهي، والعظم باش نستحقوا، العظم نجموا نعملوا عظم الدجاج عادي، ونجموا نعملوا عظم هكا البط ولا الوز. ناخذوا جبن مرحي وحمص وبصل ولحم مفروم. اوكي اول حاجه باش نبداو بها الزيت وما نكثرش شويه بركه باش السمن ما يغمقش اللون ويولي لونه مش مزيان. نحطوا حتى سمنها باش نحط شويه مش برشا. اوكي وباش نحط السمن والزيت نتاعي على النار شويه. تعرفي لها. ايوه تسخن باش نجم انا نفوح الدجاج ونحطوه في المرقه. بيان سور دوبا ما يسخن السمن باش نحطوا البصل قبل. هذا اللفاح نتاعنا اللي هو قرفه. قرفه فلفل كحل. فلفل كحل. انا باش نخلطهم الملح برشا. نهبط الفلفل كحل والقرفه وشويه من الملح. باهي هكا. مليحه هذه باين نوري قال لك اليوم دايرين هذه. لا كان قال لي نوري اعملها. مولاي حبها وقلت انا نفرح بك انت نعمل لك طاجين الرخام. اي بيان. محمد شنو هي احوالك في الخدمه؟ وشنو هي احوالي؟ بون واش راني واش خدمت هذا رمضان ولا كيفاش؟ انت الخدمه عندك خدمتي. خدمتي يعني لافوكا والممثل. والممثل اي شنو هي احوالك الساعه كمحامي؟ في رمضان تموت الخدمه. رمضان ما كانش يحبس كلش. نقص فريمون الخدمه مي بون. هذا رمضان عندي فيتون يما دو اللي راهو في قناه خاصه وجوز هذا رمضان، وعندي سيت كوم دار ماني وسي في قناه خاصه واحده اخرى. اسمع راني في الدراما وراني في لاكوميدي. هي صحتك. دو جونا هذه هي والمحاماه تعرفي. قلت لك في رمضان نقص شويه الخدمه ما نقصها. وانا في بالي باش نجيكم باش تاخذ لي حقي من نوري. واش بيك مع نوري غير الخير؟ ايه مانيش عارفه اش نعمل، نشكي بيه شنو هي هالقضيه اللي باش نعملها فيه. ايه نوري لازم تشوفي وراها البروبليم نتاعي، احكي لي البروبليم نتاعك. معذبني في كل شيء. كيف معذبك في كل شيء؟ هاك شطوة في رمضان. يصبح ريقت. يقوم مخ. هذه نورمال. كيفاش نورمال؟ نورمال الناس كاع راقدة في رمضان ماشي غير هو. أنت زيدة هكا تصبح ريقت. شوية. ليه عاد؟ راقدة شوية نوض هكا فبري. يا ولدي نهار كامل يرقد يرقد ويقوم يمشي للمرشي بالسيف وكي يمشي للمرشي يقعد لي عام غادي، انت زاده تمشي للمرشي هكاكا؟ لا لا ما نطولش مي بون شوف على حسب لا ليست تاعو ترقد يعني انت تعطيني ليست كبيره. بالك نوري يحب ايكونوميزي يروح يحوس المرشيات باش يسيب السومه المليحه ولا البرودوي المليح. انت وقتاش تهبط للمرشي؟
مارشي انا صباح. اي هك قمت الصباح. ايه مي صباح مارشي مشي كل يوم. لم شغل تاع تاع لاسمان. من بعد كاين هذوك العفايس تاع كل يوم هذوك معليش هذوك كيما الحشيش ولا عفايس تاع لاجورني نقضي اون جينيرال. كيفاش تعديه ملا نهارك في رمضان؟ انا بون لاجورني نخدم. بون ما نوضش بكري بكري كيما اليامات نورمال. بون الحمد لله في رمضان حاجه مليحه نصلي صلاتي كاع في الوقت. ايه ربي يقبل. حاجه اللي لازم ان شاء الله واحد يديرها العام رمضان نسمى رمضان ان شاء الله نتقربوا بزاف لربي. نصلي صلاتي في الوقت وسي ثاني يعني عندي بروبليم عندي قبل الفطور هذيك جوج سوايع قبل الفطور لازم نبوجي. لازم ديماري نحكم الوطور وين جات؟ وين جات؟ وين تمشي؟ مشي كوخترا وين؟ قال لي ودي كاين زلابيه روح لبوفاريك قال لي عبالي الشربات قال ما قلت الشربات ما نشربها زلابيه ما ناكلها بصح نشريها دي طارت ايه كيما طول الوقت نتاع الدوران نتاعك انا اليوم اوكازيون بدلت وسمو انا نجيب الوقت مع نوريه ان شاء الله كل يوم ان شاء الله مرحبا بك كل يوم يعني انت كل يوم تخرج للمرشي تشري هكا هكا اي حاجه باش نشري كاين اللي يهضر باش يهضر انا نشري باش نشري لا هي لا هذه وتروح بك القضيه هذيك وتخليها وخليها في الدار ومن بعد في الدار راك تعرف في الدار يقوموا بها باهي خليني نحط انا توا راهو الزيت والسمن ذيبو نحط البصل ومن بعد باش نخلط ما نعاونكش انا نوريه هاك باش تعاوني ولدي باش تعاوني بالكدا زاده ها باش نقول لك كيفاش باش تعاوني عندنا خدمه كبيره في طاجين الرخام حطينا البصل وباش نحطوا الدجاج اللي فواحنيه حاطين له كما قلنا قرفه وملح وفلفل اكحل وباش نمرقوها عندنا خدمه نقول لك باش تعمل وشنو هي علاش حاجه كبيره اعطيني حاجه قيسي حاجه تنجمها هو علاش اسمه طاجين رخام حسب رايك باسكو كان رخام مش الرخام اللي يجيبوا البيج ايه بالك يخدموا به شنو دال دو سول لا 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 خاطر بعد باش تشوفوا كاين رخام من الفوق دي شغل رخامه اي تشوف باش نحط الحمص بصح كي تشوف لي زانكريديون هادو ما تقول امبوسيبل يكون شغل رخامه ما كانش حاجه اللي زعما تقول تعرف علاش باش يولي كي الرخامه بهالعظم هذا والجبن اللي انت تو باش تعاوني فيه شو باش نعمل باش نقص العظم وباش نحيو الاصفر بالسيسه باش تحطو مع الجبن انت كي استعملتي مغرفة انا كنت حنا بيدي ديريكت تحب انت تعملها الحكايه هذي يلا ريت كيف قلت لك باش تعاوني هيت انا قصت لك العظمات وانت اعملهم وانت يا نوريا كيفاش مع رمضان؟ نوري انا مع رمضان نعديه الكل في الكوجينه انت رمضان ولا الفطار في الكوزينه مش غير في هذه صحيح اما يكثر في رمضان اكثر الترتيب والتصنيف والضيفين هما على راسي وعينينا فرحانه بهم الله ينورك هذه باينه ايه تهلاي فوق لازم كاع ايواش لكن باش نقول لك النوري ما يعاونيش هذه فيها بزاف الصفر على بالك ما حبش يخلص ما حبش وما تهلكها ليش باش بعد نحطوا فيها اللحم ما علينا ناكلها انا هذه باه نعطوها لنوري لا 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 نعطيك كل الحاجه الباهيه نعطوها لنوري هذه علاش ميتة ما نحبش فيه راه هاك هنا جبتيني ما نحبش فيه شو هذه مثلا هلكتها انت ريتها خلاص دوك هذه نصوفيها ايوا صوفيها هكاك انت تعمل العظم وانا باش نحط اللحم هنا وباش نفوحوه ونحضروه اوكا خلينا احنا شويه من الفاح كما قلنا هذا الملح والفلفل الاكحل وشويه من القرفه نحطو فيه هذا اسمه فيه الدجاج وفيه اللحم فيه الدجاج وفيه اللحم وفيه البصل اكله كامله هذا صح تاع سلطان نتاع سلطان ومتاع ضيوف عزيز كيفك انت تعرفي تحضري والله تعرفي الحق بالحق ما فهمتش انا كيفاش النوري يحقرك والله ما فهمت نورمالمون انت مش غير تهلا فيك مش قلت لك نحب نشكي بيه تو تفكر فيا هكا ما تشكيش ناس ملاح وناس ملاح خطيكم من اش نعمل له؟ والو نوري ساهل نوري عباك شغل شغل عافية بك اش تجيريه مش انا نوري لك انت تعرفي نوري انا موصحة بالي راه شحال عندك مع هذوك النوري؟ سنين عمري كليلي عمري سلاطة
كيفاش عرفتيه النوري؟ احكي لنا كيفاش عرفتيه. ما عرفتوش. زوجتيه ديرك؟ ما شفتوش. امي شافت امه تفهمه وانا شفته بعد ما عرست بجمعه. وامك كي شافت امه ما ايماجينا تشابيبري كيفاش دار النوري ولا؟ مانيش فاهمه كيفاش اختاروه وهو مانيش فاهمه كيفاش عملت وخذيته. ما فكرنيش. كاين حاجات ملاح في النوري. كاين شويه حاجات يضحك. مش نعمل بيه يضحك اخي ماخذ كراكوز زين. سقف الضحك وش بك؟ اه؟ سقف الضحك. لا 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 ما نحبش راجل يضحك. نحب راجل مشنف على مو يشنف وزقا. لا نحب راجل اللي دللني. إيه نوري باش يدلك صعيبه شويه. شوف اش باش تعمل محمد. تخلط هذي العظام هكا مع الجبن. بالقدا بالقدا خاطر هذيك اللي باش يعمل لنا الرخام. اوكي. وانا هاش باش نعمل انا توا العظيمات هذوما باش نحضروهم باللحم هذا اللي حضرناه هاك ونعبيوها. شفت شما سهله ولا مش سهله؟ هي سهله كي تشوف هكا بصح زعما تقولي لي عاودها وحدك ما نضمنلكش. اه ما تطيبش وحدك؟ انا ماكش صحاب انت والكوجينه. انا شويه كان زعما ماشي دي فوا تبلي دي فوا تبلي مدخلط من بعد مرتي تحاوزني تقول لي نقول لها زعما خليني وحدي وما تقول لي تسمى لازم كيما يقول لك لاسيستونس لازم تعاوني. انت سالتني كيفاش عرفت النوري وانت كيفاش عرفت مرتك؟ انا كيفاش عرفت مرتي؟ نشوف هذه في حلقه واحده اخرى. علاه؟ حتى اليوم فاش نعرف عرفت مرتي؟ علاه؟ شبيني انا حكيت لك كيفاش عرفت النوري. انا يا انا كي تزوجت كيفاش عرفت مرتي؟ الحكايه شويه طويله. ما يصيرش احكيها لي اختصرها محامي ما تختصرش حكايه. اي دوكا باك انا مرتي عرفتها تزوجتها. انا ما طولتش. عرفتها تزوجتها؟ ما طولتش. شنو هي ريتها قلت لها؟ فهمك. شنو انت يا انت انت تزوجتي بيه بلا ما تعرفيه؟ ايه. كاين الناس اللي زعما يعرف مرا يضربها 100 3 سنين 4 سنين كذا باش زعما انا في شغل بضربه بصرعه. انا كي شفتها سيبو. شنو هي شفتها سيبو؟ شفتها قلت لها هاي نعرفو. شفتها قلت لها دي مرتي. طول. خلاص سيبو شفتها شغل. وين شفتها؟ وين شفتها؟ شفتها في دارهم وين حبيتيني نشوفها؟ اوه. شنو في دارهم؟ ما تنجم تشوفها. شفتها في حفله، شفتها في المرشي، شفتها في مكازا، شفتها. ما تش بك شفتها في دارهم انا، شفتها في دارهم. في دارهم. في دارهم. اي كي ريتها غزرت قلت هذه مرتي. كي غزرت؟ قلت هذه مرتي. علاش غزرت قلت هذه؟ احساس هذا احساس. ليه لازم عجبتك في حاجه؟ شوف هذا السوجي كي نهضروا هذا السوجي. كاين بزاف دوكا في الوقت الحالي انا فيه ناس تعرف وتعرف 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 وجامي ديسيدي وجامي يروحوا للمفيد. انا بور مون تخمامية المراه تاع الصح كي تشوفها تبان لك بلي هذه مرتك. في الخزره الاولى. هي انت بانت لك مرتك اخي وهي كي تطلع هي اللي ما عندها بالها. ثلاث شهور مورا خطبتها. ثلاث شهور مورا خطبتها. ما بقى شهرين راح فيها؟ ايه شهر ثلاث شهور مورا شهرين راح خطبتها. مال انا النوري بالك شي هكيكا زاد تبع فيها. النوري النوري كان مش عمر. انا كنت واجد. انا اونكاجي تمتم شغل باش ما يخطفوهاليش. ايه. النوري كان مش عمر كان يطم. اونكاجيت وطول عرست. طول عرست الحمد لله. ربي هنيك. ابري. قال سي مو ابري سي بون. العرس. والحمد لله ودوكا عندي ابن وان شاء الله سويته جايه. ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ربي يفضلهم لك. الله ينور ربي يفضلهم لك. مالا هكا يلزمك تعاونها تو شو حبيتها وعندك بنها وليد وما تعاونش وما تعرفش تعمل حتى شيء. نعاون في الافطار بصح في رمضان راه يكونفوكي عندي يما. في رمضان انا رمضان ما لا ما نقدرش نجوز رمضان. مرسكي. رمضان عبك غير انا ومرتي وليدي صغار صغيره. لازم نتلم على عائله كبيره. اسمع انا رمضان يوميا عند بابا ويما مع خاوتي ويما ومرتي طيبوا كيف كيف ويتعاونوا بس هذه بنات رمضان كي نتلموا كاع. شفت مازلت توا هكا في رمضان الحمد لله قبل العائله مازلت تتلم. اي مازلت تلم. اما الجو نتاع رمضان تبدل. تبدل بزاف تبدل بزاف اختي نوريه. شنو الفرق؟ ديجا كيما قلنا هذيك لو في تاع اللمه هذه انا بون نحافظ عليها والعائله تاعي لا بليبار كاع نحافظوا عليها نسيو نتلاقاو في رمضان كيما انا نروح نسمى مساكن وحدي بصح في رمضان نكون مع دارنا. كيما قلت الناس مام في السهره كانت الناس تروح ضيف
ايه تروح تشوف الفاميليا دوكا ما كاش دوكا والسهرات زيدا كانت في رمضان سهرات الناس تخرج وتسهر وتتفرج في عروض مزيانة ما كانش توا دوكا ما كاش دوكا يوتيوب ولا لي زابليكاسيون بداو يشوفوا في لي فيلم شنو هذا اليوتيوب باش نعطيك عبزة يوتيوب هذه في انترنت مازال باش تلحقكم مازال انتم ما ملحقكمش حاجة برك زعما الافلام في الافلام الافلام اللي سمعتوا هنا قلنا المولاي باش يجيب لنا الافلام هنا في العاشوريه. كاينه حاجه اللي انا مانيش فار روحي وما نقدرش رمضان نشوفوا لي شين اترونجر زعما لي شين فرونساز ولا كذا انا في رمضان نشوف الجزائر. اي ما تقدرش دوكا زعما ندير في بالي في رمضان نشوف شين اترونجر زعما نشوف سورتو لي شين فرونساز معناها بس كان زعما لي شين فرونساز رمضان لازم تشوف حاجه لوكال. لازم تشوف مسلسل الى ام كومبلي ما تشوفش مسلسل جزائري مش رمضان لازم تشوف يبان دوكا وكاين ناس يقول لي في رمضان ما نشوفش تلفزيون كاين ناس لي وكاين ثاني انترنت ثاني دوكا انترنت هذه ثاني مازال يبداو قاعدين يتفرجوا هذه ماشي يتفرجوا يقدروا يتحاوروا سما ما يكونوش زعما اوبليجي يدي بلاصي عند صاحبه ولا عند العائله تاعهم باش يشوفهم لا هذه كارثه هذه اوليو ترد نافونسيو بها ولينا بها اللور لا يعني ما نشوفكش وما تشوفنيش انت محمد غادي بعيد وانا نحكي نبعثك ميساج صح فطورك تقرايه صح فطورك وخلاص لا انا ما نحبهاش هذه نحبوا نقعدوا هكا في العاشوريه نشوفوا بعضنا ونكلموا بعضنا ونتوحشوا بعضنا صح العاشوريه انتم تعرفوا لها اي انتم اللي لا ما حشتناش بها هذه نحبوا نقعدوا هكا وتلعبوا لاكوانش لاكوانش دومين تلعبوا شنو لاكوانش دومين لاكوانش كارتا كارتا اي نسيح احنا ما لعبنيش كارتا انا رمضان عباك نوري لازم يلعب نوري لاكواش ايه نوري بالك يلعب لاكواش يتريشي شويه هو سريق يعني يعرف يتريشي يسرق هاي مال اسطنبول جوار انسحق ونوري وانت كي تلعب تسرق لازم نكذب عليك اه اصحابي على بالهم يسعفوني ما يديروش عليا معناها يخليوك نحب نربح نربح بكل الطرق هكا هاو شوف كيفاش ولاو تعبت العظام ايه هاني نشوفها وي توا احنا باش نحطوا العظام في الطنجره هكا باش نرشقوهم ومن بعد الجبن والعظام باش نحطوه من الفوق على الداير شي يصير الفرماج هذاك يذوب ويولي كرخه تعرفي تهدري على بالك تهدري وحدي يحب ياكل هكا يبدا يغلب رمضان هذاك علاش اسمه طاجين رخام دونك نحط العظام ونخلطوا بعد الجبن ونشوفوها كيفاش باش تكون ها تربية. اقعدوا معنا هنا راجعين محمد بنغاز هذا تاجين الرخام اللي طيبناه انا وياك اش قولك فيه هاي شهي هذا يبان باللي ماكله هايله صحه وبالشفاء الله ينورك يعطيك الصحه يا سيدي شرفتني ونورتني كل ما تحب هكا تجيب حذيه في الكوجينه ايجا شرف ليا كي جيت انا الكوزينة عاشور هادي ما نساهاش يا سيدي مرحبا بك في كل وقت الله ينورك يعطيك الصحة يعطيك الصحة محمد خويا كي راك نوري كي راك لاباس ها من داك صباح ها من داك لاباس يا محمد خويا على بالك بلي روحهم ولا لك مرة يستنى فيك حوسة يدروخ تهلا فيها هادي عينيا وصل محمد للديوانة صح يا سيدي كل عام وانت حي بخير وربي يحيي كلام تيلو الله ينورك صح طارق قولي محمد بن سقسيخ مين تخدم اكتر يخلصوك مليح يا ودي لا خلصت لك مليح لا هذه حصتنا اليوم من كوجينة عاشور ان شاء الله عجبتكم وان شاء الله عجبتكم زيد الدبارة جربوها تجين الرخام غدوة ان شاء الله ملتقانا في نفس التوقيت شهية طيبة وصحة فطوركم تجين الرخام أربع كعبات عظم طيبين جبن مرحي وللصلصة نستحقوا دجاجة انتي وحسب العائلة بصلة مقصوصة سمن زيت ملح فلفل أكحل تريف قرفة وحمص وماء باش نمرقوا بيه للحشو نستحقوا لحم مفروم كعب عظم نستحقوا الأبيض نتاعها أكاهو ملح فلفل أكحل وتريف قرفة مرحية
واش باش نعملوا، حطوها ومن بعد نكملوا الكل هكيكا بالشوكولاته ونتولي هكا كي النواره، عرفت؟ والداخل شكولا. والداخل شكولا. وبعد تبدا سخونه الشوكولاته ذيبه ومعها القهوه.